صاحب القصة يقول صادقت، يقول عندي صدقات كثيرة مع الناس، لكن في فترة من عمري تصادقت مع رجل أعمال. يقول أنا موظف بسيط في بيتي في الرياض، موظف أداوم الصباح وأجي الظهر، ومن بعد المغرب أقعد مع الأولاد قهوة وشاي وسوالف، وش قالوا المدرسة، وش قالوا الكذا، نشوف شو أخذوا وش عطوا. يقول له وحياتي ماشية، وتقريبا صار لي في العمل 20 عام. دعاني أحد الأشخاص قال إحنا اليوم معزومين عند رجل أعمال له وزنه في البلد وله وزنه كذا فكذا، فايش رايك تروح معي؟ قال والله أخي ما أقدر أروح لأن أنا ماني مدعو. قال لا لا لا، ترى غيرك كثيرين مو مدعون يجون، والناس يتمنون ينعزمون عند هذا الرجل الأعمال. قلت والله ما أعرفه ولا هو. قال لا ما يخالف مش معي. يقول يعرفني أني أنا يعني خفيف الظل وأنكت يقول رحت معه وفعلا وطول السهر، دخلت مزاج المعزب رجل الأعمال. فيقول لصاحب قال وين هذا من زمان ما جانا، صاحب نكتة وصاحب سالفة. وبعدين يقول كانوا موجودين مو بس سعوديين، في عرب وفي أجانب، ويضحكون. يقول ايش تضحكون عليه؟ فيعطيهم النكتة ويضحكون الموجودين. فصاحب صار حضور طبعا. يقول بدأ رجل الأعمال إذا سافر يأخذني معاه بطيارته الخاصة. أي يقول شي شوي قال أنت، قلت والله أنا ما أقدر أروح وياك لأن عندي شغلي وعندي كذا. فيقول قال لي أطلع من شغلك، راتبك عندي. يقول فعلا 20 سنة خدمة، قدمت تقاعد طلعت. يقول والأمور مشت معاي حلو، وزملائي وربعي اللي في الدوام وش عليك أنت تروح بطيارة فلان وتجي بطيارة فلان. يقول فعلا نتغدى بعاصمة أوروبية، نتعشى بعاصمة أوروبية. بعدين الرجل يقول إذا جيت أسافر يذب علي 10,000 ريال، يقول يلا راح اشتر بدل عطور جزم اكشخ. يقول صرت في عالم آخر. يقول سبحان الله بديت أنسى نفسي فعلا. يقول حتى أنه مثلا نطلع شهرين ونجي نجلس مثلا في جدة أسبوع، يقول ما صرت أحاكي نفسي، قلت ما دام أني في جدة خلي أروح أخذ عمرة. يقول نسيت الشيء هذا خلاص. يقول بعض الأحيان المسجد بجنبنا نسمعه، إذا جينا نصلي بنفس المكان ما نروح المسجد هو قريب. يقول أنا يعني يقول أنا أفهم مثقف وعارف أن الحياة تسحب الضعيف، بس ما توقعت أني أنا أبدخل في هذا المجال وأنسى نفسي. يقول لا إراديا ما أدري. يقول يعني لا مؤاخذة، يقول انغمست بهالحياة وشفت الزين والشين وشفت أحلى من زوجتي بآلاف المرات، والزوجة أبطيت علينا، رحت علينا، وش سويت، وش جبتها. يقول الآن تحولت لي مصدر إزعاج، طلقتها أم العيال، طلقتها، أولادي ضعفت، ضعف الارتباط اللي بيني وبين أولادي، بدال ما أنا أتصل عليهم يتصلوا على هاي يبا متى بتجي، ترى ناقص الشيء الفلاني، ممكن بابا نجي، ممكن كذا. فيقول أطلع شهرين أجيهم للرياض 2-3 أيام، يقول أجي وأنا متضجر، فقط أبا أروح البيت زميلنا. يقول مو بس أنا، كذلك البشكة اللي معاي كلهم طلقوا زوجاتهم.
شافوا عالم ثاني. فيقول سبحان الله وتدور الزمن وصرنا احنا من الأسماء يعني اللامعة، وصار ربعنا وجماعتنا ذا صاروا في عرس بس يبون يعزمونا حتى نحضر الزواج لنا وجاهة. يقول عندي أخو جزاه الله خير ما هو محتاجني ولكن نصيح لي، يعني دائما ينصحني، فأقول أنت من العالم المتخلف، أنت من العالم المتخلف، وين كنت وين عايش وين؟ فيقول كنت أسئله، يقول سبحان الله ويدور الزمن دورته. يعني هذا الرجل أعمال اللي احنا معه، يعني رجل يقدر يعيش أولاده 200 سنة إلى الأمام، يقول سبحان الله ويدور الزمن ويطيح هذا الهرم الرجل وصار ما يملك حتى بيته. أنا بيتي انتهى، زوجتي هي اللي ماسكة أولادي. يقول والله يعني يقول من الخجل بعد ما ضربتني الدنيا كفوف صرت ما أقدر أدخل حتى الرياض بسبب زوجتي اللي أحضنت أولادي وأنا اللي ضيعت بيتي وضيعت أولادي. فأنا أقول يا أخوان إحنا نأخذ عبر، الناس ترى كلها ماشية الآن سفر وصيف وروحة وجية وبذخ وأمور الرفاهية صارت رخيصة وبرا أرخص، يعني كثير من الناس ربما ينسى نفسه، لكن ترى ستكون هذه هي العاقبة. لا تفتكر إذا انفتحت لك الدنيا ما راح يجيك شيء، لا، لنا عبر في من سبقنا وكل يوم تصير عبر، لكن إحنا ما لا نعلم عن الـ ماذا يجري. نشوف ناس كانت عندهم ما شاء الله استراحات وخيول ومزارع وعزائم وراحة جاية في النهاية انطووا على نفسهم. فأنا أقول أول شيء راقب الله سبحانه وتعالى، سواء كنت أغنى الأغنياء أو أفقر الفقراء، الله سبحانه وتعالى اعرف واجبات الله عليك، أد واجباتك، الله سبحانه وتعالى بيعطيك من الخير بقدر ما الله سبحانه وتعالى كاتب لك، ولكن عليكم في الهدوء ولا تندفعون إلى ملذات الدنيا التي أهلكت من قبلنا. هذه القصة فيها عبرة. الله يسعدك. نعم. يبارك فيك.